فلتعلمي جيدا، أنت قوية جدا لأنك واجهت أمورا قد تهدم الجبال، ورغم ذلك جمعت ما تبقى من فتات روحك، ثم ابتسمت وكأن شيئا لم يكن، وكأن الحزن لم يطرق لك الباب. أنت تعلمين أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لذا عليك أن تعلمي أيضا أنك قادرة على مواجهة العالم بأكمله وحدك وبمفردك. مرحبا بكم أيها الأصدقاء في فلوغ جديد. في هالفلوغ هذا راح أخذكم في امتحان الجينيكولوجي. شايفين عندي برد وهون متورم وطلع لي حبة من الحرارة، طقس عم يتغير وكل شوي عم بخلي نزلة برد. مفيد أنا صاحية اليوم جمعة 17 نوفمبر، صحيت من الساعة تقريبا 6 الصبح، لا صحيت من الساعة 6:30، نظمت غرفتي، شايفين الوقت، نظمت غرفتي وجهزت قهوتي، رح أقعد اسمع لي بودكاست أشوف شي. يا أصدقائي يليتني صورت لكم، بس أنا من كثر ما كان عندي وقت ما صورت لكم. روتيشن تقريبا 3 أسابيع ما عم شوف يعني، وتعب وستريس ومش عم بفهم ولا شي على الدكتور، وهي قصة ثانية حرفيا عذاب. كانت روتيشن عذاب، بس حاليا عندي 3 أيام يعني فاضيين تجهيز للامتحان، والامتحان راح يكون يوم الاثنين، وراح يكون عبارة على كلينيكال كيسز. فعارفين هذا الفيديو 72 ساعة قبل الامتحان. سو اليوم بيزيكلي عندي روسي طبي في الجامعة الساعة 12:45، فبدي اجهز عن لايك شي بدنا نسمعه للدكتورة، فبدي احفظ 2 تكست بدي اسمعهم او تكست على حسب قدرة مخي الحفظية. بس قبل هيك لانه انا ما عندي طاقة، 3 أسابيع ما قعدت فيهم مع حالي، ما كان عندي وقت اهتم بهم في حالي، فبدي اشوف شي هيك يروقني بودكاست اسمع حدا يحكي في شي على تطوير الذات او شي زي هيك، وبستمتع بقهوتي والسناك تبعي وبعدين ابلش اذاكر. Let's get started، لأنه هالفيديو هاد حرفياً كفاح، هتعرفوا بعدين ليش. هدول 2 سناك، هذا يشبه M&M بس بدون سكر ومختلف طعم كلياً، وهذا سناك كمان حلو كمان بدون سكر. بنوفمونيا إتا أوستري إنفكسيونو واسباليتني زابلوفاني بريكاتورم بريمينايتسا ليغو تشنايتكان اي بريس خودت نورمالني كسلا رادني ابميون. شو رس بنيفمانيا؟ شو تقوي بنيفمانيا؟ بنيفمانيا اتا اوستري انفكسيونولو واسباريتني زابلوفاني. مرحبا أيها الأصدقاء، رايحة للبيلاتس، قلت إني أجهز نفسي معكم وبنحكي شوي على التغيير. هالفيديو هذا رح يكون بنفس الوقت إنه تجهيز لامتحان النساء، بنفس الوقت رح يكون التكملة لفيديوهات التغيير. بتعرفوا إنه من لما بلشت فكرة إنه أنا بدي أغير كثير تحديات صارت في حياتي، أولها إنه تحدي اللغة، إنه يا هلا او ما فيش بعدين. بدي احط صن سكرين، هذا من بايوديرما، كنت بستعمل فيشي فيشي نفذت عندي، وبعد ما صارت الحرب عرفت انها متطبعه فصرت ما استعملها. شوفوا انا الكمير بحطها هيك، صرت ما احط ميك اب صراحه، بس صن سكرين واطلع يا فتكت، حس كاني قطصه. المهم نرجع لموضوعنا. فخلافا انه على التحديات اللي صارت عم تصير في الدراسه، بنفس الوقت وعرفت انه انا شو جالسة اسوي، انا جالسة اغير حياتي، فطبيعي هالشي يحصل، طبيعي الناس
that does not align with the best version of me. ناس اللي ما لازم تكون في حياتي مع أفضل شخصية أنا رح أكون عليها لازم تطلع من حياتي. هذا هو الطبيعي، هذا هو قانون الحياة. فلما ظليت أفكر في الموضوع it's not worth it يعني أنا أروح أحكي إنه ليش عملتي هيك وهيك وهيك it's not worth it، إنه هالشخص هذا ما لازم يظل في حياتك، فليش أنا قاعدة متمسكة بهذا الشخص. حبيت أقوله إنه في البروسيس تبع التغيير رح تخسروا ناس بدون أي سبب وأنتم مش غلطين، ولا ممكن هم أصلا غلطانين. رح يروح هذول الناس من حياتكم لأنهم ما كان لازم من الأول يدخلوا وما يخدموا أفضل شخصية منك. فأنا هاي البنت هاي مني لها كل الحب، حرفيا بحبها كثير، ومني لها كل الحب والسلام، ورح خلي العلاقة للزمن ينهيها بكل طريقة سلمية، بكل محبة، بكل خير. أحكي لكم كمان شغلة تانية، لأنه هيك مجموعة أفكار بحب أنظمها. أنتوا جالسين تطوروا من حالكم، رب العالمين رح يختبركم مرة ثانية ورح يرسلكم دروس، ممكن بوجوه ناس مختلفة أو ممكن بنفس الوجوه، ورح يشوفكم هل أنتوا تعلمتوا الدرس أو لا. حصلت معي السنة الماضية هاي إنه ناس خليت عليها ورحت مضيت في حياتي وطورت من نفسي، رجعوا هذول الناس يتواصلون معي وقتها أنا كنت في أسوأ طاقة منخفضة لإلي في الحياة بسبب وقتها مرضي، وكان محجمني جدا وكنت زعلانة يعني ما بحكي لكم عن الوضع قديش كان سيء. ربنا مش رح يحطك في أفضل وقت لإلك، ربنا رح يحطك في أسوأ فترة لإلك ورح يشوفك هل تعلمت الدرس أو لا، لأنه في الرفاهية رح نكونوا متعلمين الدرس، بس في الضعف هل رح ننجرف مع الطيار ونرجع للماضي ونرجع أشياء من الماضي أو لا رح نكون تعلمنا الدرس. والحمد لله أني وقتها أنا نجحت تعلمت الدرس. عنا نعرفش، نحب نوصل لكم شوي بلهجة تونسية، اللي يبزق بزقة حشيكم مثل مقزز ما يرجحيش، احنا كي نبزقوا بزقة ما نرجعوهاش، that's too disgusting. فهي نفس الشيء. الشغلة بقى الأخيرة اللي كان بدي أحكي لكم إياها، ما بعرف إذا عندي وقت أو لا، لسه معي وقت، لسه معي 10 دقائق ولازم أطلع من البيت. أجيبها لكم بطريقة ما تمس خصوصيتي. أنا يعني من نوع من الناس اللي كمان من الاختبارات اللي علمتها لي الحياة، أنا عشت شيء مع شخص ما، يعني كان هالشخص ما يعطيني شيء معين أنا في حاجة له، كنت محتاجة لإحساس الأمان، فكنت بتحمل الأبيوزز بس عشان إحساس الأمان، برغم إنه لو تجوا تفكروا شوي تقولوا كيف أمان وأبيوزز، إنه that's the idea، بس خذوها مثل هيك إنه هالشخص هذا كان يقدم لي الأمان. فكنت متحملة شيء جدا يعني سيء هاي الفترة، هي ما كنت أحب فيها حالي كثير عشان بس أحس إني أنا I'm safe، برغم إنه هيك بالعكس أنا I'm not safe at all. فحد ما قررت أخذ يعني وقفة لحياتي و I cut all of this، فحاليا بعد التطوير اللي أنا فيه المايند سيت تغيرت. شايفين قديش انه المايند سيت يا جماعه او ماي جاد، طريقه التفكير اذا تبدلت حياتك تتغير، حياتك حرفيا تتغير، كل شيء يبدا من هون. تفكيري صارت انه الله مسخر الناس لإلي، واي شيء يجيني من هذول الناس هو رزق رب العالمين جابهولي بطريقه غير مباشره عن طريق هذول الناس. يعني رزقي عند مين؟ عند رب العالمين، مش عند هذول الناس. فحاليا لو يصير لي أبسط شيء بحس إنه أنا يحسسني بطاقة منخفضة، بقف وقفة اهدي، إنه هل أنتي حتتحملي this shit؟ of course not. هل أنتي مستحقة تتحملي هالشيت عشان فقط فلان أو علان
عم يعطيكي احساس او يعني عم يعطيكي حاجة او في مصلحة مشتركة؟ نو رزقي مش بيد فلان، انت اذا هون موجود في حياتي عشان انا اخترتك احبك، مش عشان انا بدي منك شيء. And that's it. فحاليا هذا اكثر شيء غير لي فكرة التعلق، سواء بالاشياء سواء بالناس سواء بالاهداف. بالاهداف تعرفوني انا اكثر شيء يعني متعلقة بي كنت الاهداف مش الاشخاص. بالاهداف حاليا لو ما تحقق شيء عندي that's fine. الله بيعرف ليش صار هيك، الله راح يعوضني. فهي هي الفكرة. وكمان دايما عشان اعزز عدم التعلق بتخلص من الاشياء واكون مستعدة لاستقبال اشياء جديدة في حياتي. فشايفين قديش ايها الاصدقاء انه العقلية لما طريقة تفكيرنا تتغير حتى نظرتنا للاشياء تتغير. فحاليا انا مستحيل مهما كانت عندي شيء عند فلان او علان او في مكان معين او في منصب معين، اذا كان يحسسني بشعور سيء مستعدة اتخلى عليه ومؤمنة ايمان كلي انه رب العالمين راح يعوضني، ومؤمنة ايمان كلي ما في ولا اي شخص في كوكب الارض ممكن يقطع علي رزقي. لهيك بستغرب من الناس تحقد انه فلان وعلان عنده شيء. ليش؟ هذا رب العالمين، ربي رزق فلان، فمين انت لتقطع رزقه؟ انت مين؟ نحن كلنا عباد الله. الله أكبر، يعني حتى شوفوا عظمة كلمة الله أكبر. الله أكبر منك، الله أكبر مني، الله أكبر من أعظم شخص عنده نفوذ في هالعالم. الله أكبر من كل شيء. فليش هاي تعبوا حالكم بطاقة جدا سيئة ما رح تضر ولا أحد إلا أنتو، طاقة يعطوها لحياتكم. بحكي إن جنرال، ما بحكي عنكم أيها الأصدقاء. فبالعكس كتشوفوا إنسان الله عطيه خير ورزقه أفرحوا له. والله العظيم أنا بفرح جدا لكل بنت، لكل بنت بتعيش الحياة اللي أنا أتمناها بظل أقول يا الله رزقها، يا الله أعطيها، يا الله مثل ما عطيتها أعطيني، وبكون فرحان لها من كل قلبي. بقول جد تستاهل، حتى لو كانت ممكن أخيس بنت في العالم بقول تستاهل. الله أعلم شو كانت عايشة هالبنت وراء الكواليس، الله أعلم شو هو الخير اللي سويته حتى الله رزقها. انتوا ما بتعرفوا، ما بتعرفوا على حياتنا. فهذا هو أي الأصدقاء، حاليا أنا لازم أروح البيلاتس، لازم أرجع صراحة أهتم بشكلي، أهتم بجسمي، لأني بوظت الأشياء بسبب التوتر والضغوطات اللي عندي في السايكل والتحديات اللي عم واجهها في مجالي. فخلتني ما عندي وقت أطبخ وباكل أي شيء من مطاعم وأشياء مش نظيفة، حتى دمرت لي بشرتي يعني وصار عندي حبوب. فلازم نرجع للحياة الصحية، لازم أرجع أركز أكثر مع نفسي ومع أهدافي، وأسوي ميوت للديستراكشن. لما تصير في حياتكم أشياء سيئة قولوا لنفسكم رح يأثر على حياتي بعد 5 سنوات، إذا كانت الإجابة لا فما يستحق الزعل أبدا. نيكست، عدي للنيكست، كله بيعدي صدقوني، وما في أي شيء يضل على حاله في الحياة هذه ولا أي شيء مضمون. وممكن هذه من رحمة ربي بينا. أعتقد أني قلت كل شيء أنا لازم أقوله. فراح أخذ البري ورك أوت تبعي، بعدين أروح للبيلاتس، ومن البيلاتس راح أروح عندي برايفت روشن لسن. بس هيك أيها الأصدقاء، شوف هيك في ريلز على الانستغرام انه هم بدي اكون هذيك الهاوس وايف الغنية اللي تصحى الصبح وتروح تسوي بيلاتس. اوكي انا بصحى الصبح اروح اسوي بيلاتس، ناقصني بس الهاوس والوايف. الله يرزق. يلا ايها الاصدقاء، حتى الكاميرا بتقولي روحي لانها راح تطفى، روح عشانها ونلتقي بعدين. هذا هو البري ورك اوت تبعي. انا دائما ايها الاصدقاء في حالة استقبال انكم تتخلوا على الاشياء بحب وسلام، مش لازم نتخلى على الاشياء بكره وطاقة سلبية، لا عادي. الحياة يا اصدقائي ابسط من هيك. اعتقد اني كثير عم اقول هالاشياء في فيديوهاتي يعني الاخيرة، اما ديما trust God plans، ثقوا بربي، والله رو ربي يعرف ايش يعمل. We'll be right back.
الله عز وجل أرحم بك من أبيك وأمك، ولا تظن أن الله إذا ابتلاك أنه لا يحبك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، واختار لك الأفضل دائما حتى لو طال أجله. أيها الأصدقاء، صديقتكم مرمورة رايحة للامتحان، إما يكرم المرء أو يهان. Pray for me، رح أعلمكم بالنتائج. يوم عنا موعد طويل كثير، عنا كثير أشياء نسويها سوا اليوم، لأنه أنا بعد الامتحان سواء نجحت أو نجحت I don't care at all رح سافر إلى بلكم بعدين عشان تابعوا الفيديو للنهاية. رح سافر، عندي فلايت فلازمني أروح للبنك أصرف، بدي أروح للمول أشتري أشياء. أنا حتى الشنطة ما جهزت عشان تعرفوا أنه أنا بسوي كل الأشياء في آخر ثانية. الصراحة هاي مش شخصيتي، لأنه أنا في شخصيتي في العادة بتجهز الأشياء قبل بفترة، بس يلا التغيير. المهم أيها الأصدقاء، فالأسف لأنني متأخرة على المستشفى. أصدقائي ما صورت لكم كثير، بس أنا عديت الامتحان وحاليا رايحة للجيم. لازمني أطلع من هون، هديش على الساعة ستة، لازمني أطلع من هون بعد 5 ساعات. لازمني أطلع من هون بعد 5 ساعات وأنا رايحة للجيم. بعدني ما تحممت ولا سويت شنطي، فلازم أخلص الموضوع بسرعة. أنا كنت حقول لك وكلامي مش عارفة. تقيك شكلي حأخذ الموضة. We only get better.
Remember when we went to Hollywood? We did stuff that we never thought we would. Backstage parties, drinks and limousines, yeah. I told you that I loved you, then you said that you love me. Let's not put a label on it. Вторая на подбородок, запрокидывается голова, ухом, слух, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дыхания нет. Потом звоним в скорую помощь, 112. Я врач-ординатор, работать руками. Проводим реанимацию. Одну руку кладем в центр грудной клетки, вот межсосковую область, центр сверху в замок. Руки прямые, угол 90 градусов между вами и пациентом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Подышать. Накладывается специальная защитная маска, закрывается нос, держим за подбородок, запрокидываем голову, делаем два вдоха. Раз, два. Потом тьютер вам... Гунайден, айон аздиха, насисин. Шаат халла мил айяда, кан анна тренинг фил ABCD assessment. Ох май гад, сеньор, махлиха. ما شاء الله السينيور كثير متفاهمة وما حليها وربي خليها بالحق بالحق أيضا متع العبيد دوما العبيد المعطائين اللي تصرفوا humble with their students ف it was amazing بالحق الحمد لله I'm so grateful أعطتني هكا طاقة إيجابية صحيت يعني it was just like one hour and half training وأصلا ما كناش كنا اللي قلت اللي بدو يجي يتدرب يجي فكنا بس ثلاثة اللي بدنا نتدرب يعني رغم أني أنا تخصصي راح يكون بعيد كل البعد عن هاي الأشياء اللي راح أتخصصه بإذن الله مع ذلك بحب أعرف يعني بحب هاي دايما عندي هاي الكريستي عرفتوا للساينس وللعلم أنا حاليا جالسة عم مسوي كوفي هناك فحاليا راح أبلش أسمع محاضرات PMB وأسجل النوتس تبعي وبعدين بدي أروح لعندي روسي خاص بدي أحضر اليوم كمان عندي جيم ايه ساعة ستة فالمهم البيزيكلي اليوم شو راح نشتغل بدي أذاكر التخدير وبدي أذاكر الساعة في اليوم روسي خلافا عن الساعة الخصوصية عشان أحسن اللغة تبعي عشان أقدر إني أنا أسوي تخصص تبعي anyway كثير منكم بيفكر إنه أنا ما بعرف روسي إطلاقا يا جماعة أنا عندي تقريبا أفهم بي 1 حاليا عم بدرب إني أنا أوصل لبي 2 وتغيرت كثير اشياء هلا احنا في ديسمبر فتغيرت كثير اشياء على الفيديو اللي شفتوني فيه في سبتمبر واكتوبر كنت مكتئبه وما بعرفش ايش حتى في نوفمبر كنت هيك ام ستراجلينج تو عم شوف التحسن اللي عم يحصل لي في اللغه هذا اولا ثانيا تتذكروا الموضوع اللي حكينا فيه انه عم لكم ما بعرف التخصص وفلوس التخصص وما بعرفش ايش In somehow عم تفرش I can see it I can feel it فالحمد لله الحمد لله دايما بقولكم انه انا بخلي كل شيء على رب العالمين ورب العالمين In somehow يحلها لي وان شاء الله يحلها لكم انتم زادة في وجوهكم ونحب نقول لكم احليكم 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 ربي يخليكم يعني عم بقرا بعض التعليقات انه عن جد في ناس طيبين لهالدرجة انه قرأت التعليق اعتقد انه بنت كاتبة يا جماعة don't do skip للاعلانات تبع ميرا على الفيديو عشان هيك بنساعدها احنا وعم يوصل لها فلوس او ماي جاد انتم مش طبيعيين والله انه قديكم مش طيبين هذا اللي حبوا نقوله thank you so much والناس اللي عطتني نصائح انه كيف اذاكر اللغة الروسية او كيف اني اطور نفسي في اللغة ولازمني اني اسجل المحاضرات للدكاترة وبعدين اذاكرها ف thank you so much already لو احنا بنعمل هيك انه في احد من الزملاء دايما يسجل المحاضرة للدكاترة بس لانه احنا ما عنا الوقت يعني ما يعطونا وقت للمذاكرة فما عنا وقت انه احنا نرجع نسمع الدكاترة شو بيقولوا ولكن هذا اللي راح اسويه ان شاء الله انا في عطلة رأس السنة طبعا راح سافر راح اكون في موسكو اذا في احد فيكم في موسكو بده نلتقي let's meet راح اكون ان شاء الله في موسكو قهوة جاهزة وانا عم بحكي معكم
يلا في حدا فيكم بده قهوة؟ تان 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 تان. So حاليا I'm collecting information انه كيف على التخصص في كذا دولة، كيف رح يكون. بعدني مش مقررة، ولكن في 2 تخصصات انا حابة عليهم. يعني I'm so excited الحمد لله. تعرفوا انه بحمد رب العالمين اني انا في الفايل هذا، رغم انه جدا يعني مش سهل تخصص الطب، ولكن انا هون because it's meant for me. ربي يرزقني هذه الحاجة لخطرها متاعي، خاطر I can do it. الحمد لله اني انا لقيت عندي شغف في 2 تخصصات انا حبيتهم، لاني ما كان كنت اوكي بحب بعض التخصصات لكن مش لدرجة اني انا اكمل فيهم حياتي. فلقيت حاليا 2 تخصصات مثل هيك وبس. هذا هو تقريبا الابديت اللي صار. كمان رحت لتركيا الحمد لله، ما صورت لكم كثير، ولكن برغم اخذت معي الكاميرا بنسى بس الحمد لله هاي الرحلة فادتني كثير. او ماي جاد، اخذت مني كل الطاقة السلبية وحاليا عم برجع. You know when you are struggling وانت في environment لحالك no one is doing his best ف it making you lost in somehow. It's والله it's too hard too hard too hard انك انت تكوني في environment no one is putting such an amazing effort فتتأثري بطريقة ما وتصيري مثل هيك. حسيت اني بداية السنة بدأت ابذل بمجهود، بعدين ترخيت، فكنت محتاجة اني انا اسوي هاي العطلة عشان ارجع واركز في هدفي. وحاليا right now I'm confident، عارفة انا شو بدي وشو بدي اسوي وكيف رح تنحل الامور، والحمد لله. والله والله ركي يبدا ربي معاكم وكي يبدا قلبكم صافي وكي تبدو مرضين والديكم، راه ربي باش يحلها لكم بطريقه ما. الكلمه هذا نقوله معناها من كل قلبي، وانا انسانه مؤمنه على الاخر، مؤمنه انه مهما صار راه ربي موجود على خاطري وبقى يحمي فيا وراه ديما معايا باش يكون. والله تبدا تصير لي حوايج خايبه في حياتي نقول there is a reason، يخرج انسان ضيع عليه فرصة، نخسر في حاجة، نعرف انها ما هيش متاعي وانه اللي جيبش يكون اكبر برشا. هذاك علاش ديما نسأل ربي العوض، انه ربي عوضني يا ربي هزت الحاجة هذيك من حياتي، اني I can understand، اني متقبلة ومتفهمة ومسلمة امري completely ليك فعوضني. وين نحكو تونسي تونسي على لهجات كوكتيل لهجات يا جماعة. يكها وتو لازم نمشي نقرا على روحي نقرا. anyway لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتابعوني على الانستغرام وتحبوني في التعليقات طبعا مثل العادة، رغم اني انا مقصرة في حقكم بس لازم نظلكم تحبوني ليش ما بعرف. على ذكر الانستغرام I'm so fascinated انه كيف الناس عم تحكم علي وعلى حياتي، كل واحد باللي يشوفه. يعني في الانستغرام they think I am rich، انه واو ما في احد مثلي عندي حياة رائعة جدا. اللي في اليوتيوب they think that I have a miserable life وانه حياتي كلها دراسة فقط. فعم بضحك على هالشي لانه انا بس بصور لقطة جزء من حياتي اللي هو ولا شي من حياتي، فالناس بتاخذ عليه صورة كاملة. يعني في الانستغرام ببين انه حياتي واو، لانه الانستغرام it's meant for this. YouTube it's meant for sharing more and more. يعني it's more realistic I do think. فما بتشوفوا الجانب الترفيهي والactivities اصحابي وهاي الاشياء اللي انا بسويها، لاني انا ما بصورها، لاني دايما بكون بصور في فترة امتحان، عندي امتحان بجهز له فما يكون عندي وقت اسوي الاشياء الثانية. فالناس تفكر انه I have a totally miserable life في اليوتيوب and in Instagram that they think that I have an amazing life. Like you know أنا I'm too rich وبضحك إنه عشان تعرفوا إنه رب العالمين الوحيد اللي يعرف حقيقتك، وإنه كل واحد بيش يحكم عليك من جانب شايفه، من موقف، من كلمة، and that's not you. وهذيك ماهيش حقيقتك، الحقيقة المطلقة اللي هو اللي يعرفها ربي فقط. فلهيك اذا احد حكم عليك باي شيء لا تزعل، سواء انه حلو او سيء don't care بالحق، لانه هذيك ماهيش حقيقتك، هذيك راي شخص فيك في حاجه في ثانيه من حياتك، معناه في جزء بسيط من حياتك، في جانب صغير منك.
يلا خليني مش نقرا على روحي انا مش عارفه ليش نتبسم بس هذا تنخص فيه الظهر فيه من التريننج تبع اليوم. لو شفتوني خساره خساره اني انا ما صورت. يعني دربت اليوم على الاي بي سي دي اسسمنت وما شفتوني كيف انا بسوي السي بي ار بلاش. يعني قلت انه هاي لهيك انا ما بدي اتخصص يعني تخصصات ممكن اسوي فيها هاي الاشياء. بدي اروح لمجال بعيد كل البعد انه انا ما عندي طاقة اني انا كل شوي هيك بسوي السي بي ار. المفيد خسارة اني انا ما صورت. Oh baby I love your madness it's so incredibly beautiful. Hello my borders,
the line. We're never hiding, we never lie. And I'll be coming home, and you'll be going strong. And I know there is a reason. To be whole, yeah, ready to be whole. Ba-da-bum, 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 ba-da-bum. And I'll be coming. بعتذر. اليوم اول يوم دوام عندي وعندي قسم الجراحة. رح اعطيكم نصيحة. شايفين هاي سيسا بلاست من لاغوش بوزي، رح احط لكم الصورة لان الاضاءة مش واضحة. اذا انتم بتعيشوا في بلد بارد مثل روسيا، فنلندا، المانيا، كندا ومشتقاته، بدل كريم الترطيب استعملوا نيتريشن كريم، لانه كريم الترطيب يعني التكستير تبعها تكون سموث، تكون زي المية، فلما نطلع في الثلج وفي البرد على طول وجهنا بيصير دراي وكأنه هاي المية تتجمد في وجهنا، وهالشي في اللونتيرم يسوي رين كلينز، تجاعيد. فلذلك لما نطلع برا نسوي نيتريشن كريم. بعد نيتريشن كريم احط واقي شمسي، حتى لو كان ثلج، حتى لو كان شتاء، حتى لو كان ما في شمس نظل بنحط، لانه اشعة الشمس يعني تخترق السحب، عرفتوا؟ وبالتالي الشمس موجودة. لسه ما زبطت شعري، سويت ولا شيء، يعني صاحية بدري مع ذلك النفع ربي. هلا جاهزين للدوام. Thank you.
العملية. قلنا على العملية. حاليا 8 الصبح ودوامي يبدا الساعة 9 الصبح، يعني شوي هيك وراح اطلع. جسمي ناقص ترطيب بشكل غير طبيعي فمستعمل مرطب. ادعوا لي اصدقائي اني انا ما تهز على الاظافر، شايفين طولهم وجراحة. سويتهم في العطلة ونسيت اني انا احجز موعد عشان اشتري لهم، لانهم هذول عشان ينشالوا لازمهم موعد، والموعد ما تقدر تحصل عليه هيك على طول. اذا طلعت اليوم عندي عمليات فشو رح اسوي؟ رح اقول له اني انا بدي اروح للحمام، وبدل ما اروح للحمام اروح اني هناك يعني اقصقصهم بالمبرد. اتمنى انه المبرد يقصهم لي. المهم اليوم عنا درس رح يكون على الابنديسايتس. بتعرفوا انه احيانا لما تدرس هيك مرض او شيء بعدين بتصير انت بتفكر هالمرض هذا ممكن يصير لي.
فاحدى الاشياء اللي تخلي الزائدة الدودية انه تجي لعنا اللي هي الكونستيبيشن، وانا اوريدي اعاني من الكونستيبيشن بحكم اني دائما باخذ هاي بروتين دايت، ودائما بنسى الفايبر او ما اكله بطريقه منيحه لاني انا بكره الخضروات وبكره السلطه ان جنرال. فقلت انه خلاص يعني انه خلاص لازم اصير اخذ الفايبر. بس هيك ايها الاصدقاء، لو عرفت اني انا اصور لكم في المشفى رح اصور، لان الموضوع مش سهل اني انا اصور في المشفى في باشنت وهي الاشياء. رح احاول حتى هيك لقطات خفيفه اذا كان يعني الكولوار فاضي وهيك، يعني احسسكم بالاجواء فقط، لانه ممنوع عرفتوا هي ايثكس لمهنه الطب. هذا هو السكراب تبعي، بدي كمان اخذ الجلافز واخذ معايا الشبكه، شو بيقولوا لها، شو بيقولوا لها تبع الراس، وكمان ماسك. عندي كل شيء هون في اللحظه، الماسك، هي الشبكه، الجلافز، الماسك، and now let's go. يلا روح يا الأصدقاء، لأني أوريدي مأخر ولازمني أطلب أوبر، شكلها في عاصفة ثلجية برا، فالطريق رح ياخذ وقت. See you. ما لقيتش مبرد، رح أخذ معي مقص. حضرت اغلب المكونات، we gonna cook butter chicken. هذا الكريمي اللي حنستحق، اشتريت نوعين العادي والكوكونات، كمان راح اسوي معها الجارليك نان وهي خبز هيك هندي بيجي مع البتر تشيكن. So let's try it. شوفوا ما شاء الله الشطارية.
هي اللوحة اللي فيجن بورد، شايفين قد ايه مخبرها؟ فيجن بورد تبعي أنا وتبع كل الوطن العربي. أوتش أوتش، شرحت حالي. أوف، إني أنا بستعمل فلان. حاليا سؤال اللي هيطرح نفسه، هل احطهم هيك او احط هيك بالعرض الفيجن بورد؟ اعتقد اني هحطها بالطول مش بالعرض. عندي هون صور، في هاي سكوتش احنا نقول ولا ما اعرف شو بسموها، وفي عندي الجلو ستيك، راح اجرب اي وحده فيهم تلصق اكثر واستعملها. اهم كود بالنسبه لي انا I am unapologetically empowered. So, هدول الكود هم حوزعهم اول شيء. رح قسم التيبل تبعي لأهداف شخصية، أهداف صحية، وسفر، وأهداف مادية. رح أقدمها لأهداف مادية اللي هي الأشياء اللي بدي أسعى لها أنا في المستقبل، وأهداف شخصية فيما يخص يعني مهنتي ودراستي وهالشي، والأهداف سفرية وأهداف صحية اللي هي الهيلثي لايف ستايل، الأكل الصحي، الرياضة، الاعتناء بالجسم، سكين كير، هاي الأشياء. سو أنا راح أقسمها كالآتي، فبدي أوزع هدول الصور كالآتي: دراسة هون، الأشياء الروحانية راح أحطها مع اللايف ستايل، اكتشفت حاليا شغلة انه ما يقارب 40 صورة البنت مش مطلعة هاي، وهاي الاربعين صورة كلها تخص يعني اغلبيتها تخص الاهداف العملية تبعي، فلهيك عندي شوي هون وكمان السفر. هذول اكثر شغلات يعني مش موجودين عنا، فايتس اوكي رح نسوي اللي موجود هون نشتغل عليه نلزقه، وبعدين ان شاء الله لما اطلع صور ثانية رح فرجيكم الفيجن بورد كاملة. أكثر شيء أوراق صور عندي هي تبع اللايف ستايل، لأنه بأمن إنه أنا اللايف ستايل هو اللي رح يوصلني للشيء اللي أنا بطمح فيه. So رح نبلش بأول شيء، أنا إنسانة ما بقرأ بالأفكار، فحطيت هون صورة القرآن عشان أصير أكثر إني أنا أقول أفكاري، لأنه بحس إنه إحنا دائماً بنلوم العين وما العين، وهو الصحيح انه احنا نلوم انفسنا انه احنا ما عم نقول افكارنا. يعني لو احنا كنا نقول الافكار تبعنا ما كان اصابتنا عين، كنا دايما محميين، لانه الافكار بتحمينا. فلذلك هاي السنة بدنا نشتغل نقول الافكار تبعنا. خلينا نحطها هون. الشغلة الثانية، بدي أسوي عملية تصحيح ليزر، إذا مش هاي السنة فعلى الأقل السنة اللي بعدها، بس بدي أحطها في الفيجن بورد تبعي. ليش؟ عشان أذكر نفسي إنه أنا لازم أسوي عملية تصحيح عين. الشغلة اللي بعدها اللي هو الشعر، هاي السنة بدنا نهتم ونعتني بشعرنا أكثر. إذا في هدف واحد أنا بدي أركز عليه هاي السنة، بكون هاي الاوراق اللي انتم بتشوفوها اللي هو sleep disorders تبعي، اني انا اصحح النوم تبعي. ففي عندي هون هالصوره، وفي صوره ثانيه كمان حطيتها تبع بنت نايمه. المهم هدول بالنسبه لي انا بيرمزوا اني انا بنام بشكل جيد، وكمان اني انا نومي يكون منظم ومش عشوائي، لاني انا بعاني من هاي المشكله. هاي الصوره هاي تمثل الاكل الصحي، واني انا شيء اخضر اني انا اكل اكثر فايبر، لاني عندي مشكله مع الفايبر. سو لو بتشوفوا الصوره هاي والصوره هاي، هذا بالنسبه لي اللي هو اللاتينا ميك اب. بدي اتعلم اللاتينا ميك اب واصير احط ميك اب لاتيني، لانه بحس انه هالشيء يناسبني، انه الميك اب يكون ناعم، نو ميك اب ميك اب لوك، فبدي اتعلمه. الصوره هاي لو تشوفوها بتقولوا انه انا بدي ابس هوا بنوت. هاي بالنسبة لي بمثل الجات هيلث، أنا بعاني من البلوتينج والنفخ، فإني أنا الأولوية يعني تبعي إني أنا أعتني بالجات هيلث تبعي، صحة الجهاز الهضمي تبعي، أعرف شو هو الأكل اللي يسبب لي حساسية ويسبب لي نفخ،
اعرف امتى اكل ما امتى اكل شو الاشياء اللي ابعد عنها. هالصورة هاي لو بتشوفوها مش اني انا العب بيلاتس، بالنسبة لي انا اني انا يعني ادفع حالي اكثر لاشياء اصعب في البيلاتس. الهدف من هالصورة هاي واني انا حطيتها اني انا اسوي اشياء يعني اكثر قوية اكثر في البيلاتس، بحكم اني انا بتمرن بيلاتس. راح تستغربوا من هاي الصورة بس يس، بدي اصير اتعلم رقص شرقي لانه اؤمن انه الرقص بيخلينا اكثر متصلين بالانوثة تبعنا، وانه كثير احنا يعني البنات بنخبي تروما تبعنا في الهيبس، وبؤمن انه كثير اشياء امراض جسدية تطلع سببها الرئيسي هي التروما. وانا كطبيبة بحكم اني انا قرأت في الطب كثير امراض سببها ستريس، فلهيك I want to release this bad vibes عن طريق الأورينتال دانس الرقص الشرقي. بدي أصير أتعلم في البيت وأفتح كورسات وهيك يعني تخلص من الطاقة، نفس الوقت يعني it's reconnect me لطاقتي الحقيقية اللي هي طاقتي الأنثوية. هاي الصورة حطيتها عشان دولشي أند جابانا، بحب اللوك هذا تبع دولشي أند جابانا وبحب اللون الأزرق والزهري، فحطيته عشان ان شاء الله في المستقبل اصير البس من هاي البراندات. واي نوت، هاي الصوره كثير مشهوره ولكن باللون الاسود عشان اتصل اكثر بطاقتي الانثويه قدي كنا يقولوا دارك فيمينين انرجي، لانه اوريدي احس انه هاي الطاقه هي انا عندي ولكن لازم اشتغل اكثر عليها. قراءه الكتب، الصور هاي خليني احط لكم مجموعة الصور هاي عشان تفهموا، تقريبا هم ثلاث صور، اي تقريبا ثلاث، هذول كلهم يدلوا على اني انا بدي اصير البس كلاسيكي اكثر، وبلشت من هاي السنة اني البس كلاسيكي. لو لاحظتوا الجماعة اللي بتابعوني على الانستغرام اني صايرة البس فورمال اكثر، فبدي اصير البس كلاسيكي اكثر وخاصة في اللون الأسود. الصلاة هاي الصورة، بعدنا في اللايف ستايل، هاي الصورة بالنسبة لي إني أنا أتعلم وصفات أكثر، إني أنا أصير أطبخ. فيكم صور أنا بعتبرهم إنهم تحدي، أنا بتحدى فيهم نفسي إني أتعلم أشياء جديدة، وهي كالآتي: بدي يا إما أفوت اللي هو رايدينج هورسز، ما بعرف بالعربي شو هي، المفيد الأحصنة، إنك أنت تركبي أحصنة ما بعرف شو هي بالعربي، المهم وإني أفوت تنس، يعني أجرب هاي لو نفعت معي هاي فبها، نفعت معي هاي فبها، إنه أجرب الاثنين وأشوف أنا شو أكثر شيء رح أرتاح فيه. ما بعرف هل رح ألاقي نوادي تنس أو رايدينج هورسز في المكان اللي رح أكون فيه بعد التخرج، بس رح أشوف، رح أحاول اني انا اختار واحدة فيهم واكمل فيها، لانه اكيد ما رح يكون عندي وقت اني انا امارس كل هاي الاشياء. الشغلة الثانية اللي بدي اسويها اني انا الصورة هاي تبع واحدة تنحت، فبدي اطلع الجانب الابداعي اللي فيها اكثر، لانه بحس انه هالجانب شوية مفقود اللي هو كل ما يتعلق بالفن وهي الاشياء، فلهيك بدي اصير يعني اشوف كورسات تبع نحت وادخل فيها. هي كثير موجودة هون في روسيا، وكمان الكورسات تبع الرسم اجرب هاي وهي واشوف شو اللي بينفع معي، لانه انا الشغله ما بعرف ارسم. وهي تبع البويتري اني انا ارجع اسمع الشعر اكثر، لاني انا اعشق الشعر، احب كثير الشعر خاصه الشعر العربي والفرنسي، يعني هالشيء كبرنا عليه في تونس، كانوا بيعلمونا الشعر ويفسروا لنا معانيها. اللي بتابعوني من تونس لو تتفكروا القصائد تبع الشعر بودلير اللي هي اشهرها بتذكر لالباتروس والفلور دو مال، كمان الشعر اللي كانوا بيقولوا زمان الشعر العذري والشعر الإباحي في اللغة العربية، يعني وكثير كثير كثير أشياء في الشعر درسناها في الثانوي. أنا كثير بحب هاي المرحلة في حياتي، كنت كلها فن. بحس هاي الصور اللي كلها لفيلم جوي مات، رح أختار منهم ممكن صورتين، أكثر صورتين أنا يعنوني، فطلع انا خمسة صور. هاي الصور هاي
عشان انا الشخص شريك حياتي، انا بدي اتزوج وبدي ارتبط ومن حقي هالشيء. ف I want to attract it، يعني بدي شخصية زي شخصية أديتيا كاشياب، فلازم نشوف فيلم جنبي مات. أنا بالنسبة لي I am beat، I'm 100% beat. البنت اللي بتحب نفسها، اللي بتسوي الأشياء اللي بتساعدها، البنت اللي فرفوشة وهيك، ف I'm 100% beat and I do deserve أديتيا كاشياب. So حطيت هذول الصور عشان أجذب هاي الشخصية، وطبعا لازم اشتغل على التروما تبعي والرفض اللي عندي والاشياء اللي عندي عشان اقدر اجذب هالشخصيه، لانه انا طول عمري بجذب الناس الريليجيوس، لانه انا عشت في انفايرمنت كثير ريليجيوس وكنت برفضها، فرفضي هذا ازداد انه انا اجذب رجال من هالنوعية. طبعا احب شخص 100% روحاني ودين صديقة في ربي، ولكن مش الشخص اللي كثير متزمت دينيا، مع كامل احتياماتي. وهل عشان انا انظم دولابي، انا عندي مشكلة اني انا بكره تطبيق ثياب وبكره كوي ثياب وهالشي معقدني في حياتي، فبدي اني انا احافظ على ترتيبهم، يعني ممكن يكونوا مرتبين هلا بعد 3 ايام الخزانة عندي كركبة، فبكره هالشي ولازم اهتم بالموضوع. وهذه اني انا اسوي مانديروثيرابي في البيت اوريدي مشتريه، لانه المانديروثيرابي مش فقط للسيليلايت، المساج اللي بيكون بالاخشاب وهيك كمان بيحسن التكستور، يعني حوسي بيحسن السكن من برا، تكون زي البيبي وحلوة وصحية وتبعد الشيخوخة، فلهيك بدي أصير استعملها أكثر في البيت وأمارسها بشكل أسبوعي. نجي للأهداف الشخصية. هذا الفيلم لازم تشوفوه، اسمه 12th Fail. كثير بجنن هالفيلم هذا الهندي، بكتب لكم اسمه كمان، بحط لكم لينك الفيلم، روحوا شوفوه ودعوا لي اذا بتحبوا على التحفيز. هالصورة هاي تمثل هدف شخصي ما رح اقدر احكي عليه هلا، هذا انه انا اسوي يوتيوب وابطل من المرأة. يعني هالصورة هاي بالنسبة لي انا تعني شغلتين، اني انا ان شاء الله اصير ادرس الطلاب الطب، والشغلة الثانية اللي انا بتعني لي اني انا ان شاء الله هدفي في المستقبل اني اساعد الاطفال والنساء اللي ما كملوا تعليمهم، اني انا اوفر لهم السبل انهم يتعلموا. هذا الشيء من اكبر طموحاتي، ويا رب يساعدني اني انا احق، وبدي اكون انا الملجأ للناس الكبيرة في السن والنساء المستضعفات والاطفال، خاصة اطفال الحرم والنساء اللي تم تعنيفهم، ما عندهم ولا سند، يعني والكبار السن اللي تخلوا عليهم اهلهم، بدي اكون لهم انا الاهل. فهذا جد اكبر طموحات في الحياة، فليك راح احطه مع الاكبر والدافع، يعني اللي مع بعيدة المدى، اللي مش لسه، اللي بعدين. هاي الصورة حسيت ان البنت هيك فيها شوي من شبهي من بعيد، حطيتها عشان انا بدي احضر كونفرنس طبية، وبدي يعني مش بالنسبة لي بس كونفرنس، اني انا اقدم قدام مجموعة من اطباء من مختلف العالم، ممكن inspirational speech، motivational، whatever. بدي احكي قصتي. هاي الصورة يعني انه انا بدي اوصل 100,000 على الانستغرام، يعني انا ما عم بشتغل على الانستغرام، لو انا كنت اشتغلت ولو شوي على الانستغرام كنت وصلت لارقام كثير كبيرة، بس انا كسولة ما عم بشتغل عليه، فهالشي حطته انه 100,000 عشان احترم نفسي واشتغل عليه. وهون 1 مليون سبسكرايبر، اشتركوا في القناة، حبوني في التعليقات، كل ما اشتركتوا وكل ما حبيتوني في التعليقات كل ما وصلنا ل 1 مليون سبسكرايبر. هاي الصورة تعني بودكاست، وانا بدي ابلش بودكاست ترق. هاي الصورة لقيتها باللغة الروسية وتعني انه انا بدي
أقوي نفسي أكثر في اللغة الروسية. هالصورة مكتوبة عليها investing، فعلى المدى البعيد I want to invest وأعرف أتصرف مع الفلوس، لأنه أنا ما أعرف أتصرف، أنا بعرف أصرف بس. هاي مكتوبة عليها certificate باللغة الروسية، وهي أنا شهايد بدي أطور من نفسي، والسي في تبعي تكون عندي شهايد. ولهذا حاطة هاي الصورة، هاي مجموعة شهادات. إن شاء الله أنا في المستقبل رح يكون عندي أكثر منها. هاي كمان تصويرة للشهادة فيما يخص مجال التجميل، بدي أخذ شهادة في التجميل. نيجي للسفر دبي. I want to visit Dubai. هاي الصورة لحبيبتي يا مصر، بدي أرجع لمصر مرة ثانية، وحطيت معها الصورة الثانية لأنه أنا ما بدي أروح لمصر إنه هيك، بدي أروح للأقصر وأسوان، فلهيك حاطة صورة تاريخية هون. هاي بدي ارجع لموسكو مرة ثانية، ازور موسكو ان شاء الله. وهاي ما رح تتوقعوا شو هي، ادعولي بعرف شيكم الصورة الثانية، ممكن تعرفون اكثر. عندي متابعين من هالدولة، بدي ازور العراق. هالشي جدا صعب، واعتقد في واحد من اصدقائي من تونس قال لي انه اذا رحتي للعراق وترجعين لتونس رح يتم التحقيق معك، بحكم انه اعتقد العراق افغانستان وسوريا من الدول اللي يتحقق معك اذا رحتي لهم، بس اعتقد العراق لا، لانه هذا ممكن زمان، لانه العراق حاليا الوضع فيها امان، فما بعرف. رح اسال اكثر عن الموضوع، بس بدي اروح العراق، بدي اروح اشعر المتنبي، وفي عندهم هيك لايك جسر ونهر، بعرف شو هو المكان بس موجود في بغداد دايما اشوفه. بدي اروح لشارع المتنبي واشتري هناك كثير كتب، وبدي اروح للمدينة القديمة هيك اشم ريحة بغداد الاصيلة، وبدي اروح لاربيل. فادعوا لي اصدقائي من العراق، بلكي نلتقي، نبنو يا رب، ادعوا لي، ادعوا لي انه اهلي يوافقوني، لانه الموضوع شوية صعب، وبعدني ما بعرف اي معلومات، لازمها كثير شغل، لازمني اجمع كثير معلومات، ولازم اهلي يوافقون، ولازم الاقي احد يساعدني هناك في العراق، بحكم راح اكون شوي خايفه الصراحه، بحكم ما اعرف ولا شيء، يعني ما عندي خلفيه ابدا عن البلد، وما عندي اصدقاء من هناك بشكل عام. سو نبلش هون. انا احب الفلوس، الفلوس هي حق الرفاهية في الحياة، اللي بعد خلينا نتعلم، ناكل، نشتري، نسوي كل هاي الأشياء اللي انتو شفتوها. So فلوس، sort of فلوس. I am a money magnet. واللي كل ما بيحب الفلوس بيحب بعدك، ما في أحد ما يحب الفلوس. So هالشي أتمنى إني أنا أقدر أحققه، بدي أصير أشتري luxurious bag، بس رح بلش بالشيء الخفيف، بالشيء المقدور عليه، يعني I cannot afford Hermes Gucci Chanel، لسه ما بقدر على هالشيء لانه عندي التزامات. فرح بلش بينكو. هاي الباك كثير عجبتني من بينكو، هون في روسيا 900 دولار اقل باك، فمقدور عليه اني انا اشتري باك ب 900 دولار، بس اذا في شيء ارخص ليش ما اشتري شيء ارخص؟ ف بدي اشتريها من برا روسيا. احلامي الكبيرة الطيارة الخاصة. وهون حاطة بورش، وايضا سيارة بورش. هيك انا my dream car مش بورش، بس انه بدي املك اولا بورش، انا جي كلاس، بدي املك مرسيدس جي كلاس، فحطيت انه هاي اولا. بدي اشتري ايباد وايفون، فحط صورة. احد من اصدقائي قال لي بدي اجيب لك ايباد على التخصص تبعك، ف بليز بسرعة جيبه. هاي ارماس، انا بعشق ارماس، لو تقولوا لي شو هي الباك براند اللي انت تحلمي بيها وتطمحي بيها احقلكم 100% ارماس، فان شاء الله ليش لا. شوفوا هون عشان تعرفوا اني قديش اعشق هاي البراند، لما اقول اني اعشقها مش قادر. شايفين اربع صور عشان بس هاي البراند. سو كارتي اعشقها عشق، وهي اكثر براند جولري انا اموت عليها واتمنى اني انا املك فيها. هي وفيرساتشي،
حطيت اللي هي لاف الكولكشن تبع لاف من كارتييه. ان شاء الله يا رب. هي احلام بعيده مش هلا لسه، بعدين ان شاء الله لما اصير مالتي مليونيره 100%. بس ايها الاصدقاء، هي اللي منظمهم. في بعض الاشياء ما فرجتها لكم بس لاني ما طلعت الاوراق. كمان اشياء ثانيه هون كاتبه less social media more real life. هاي بدي اشتغل عليها، اللي هي stay private keep them guessing. انا كثير بحكي، بدي اضبط لساني شوي. رقم واحد في الانجلز نمبر يعني الانتويشن اند تراست، اللي هو trust your gut، اللي هو الحدس. انا كثير حدسي بيرشدني، فهون حطيتها عشان اذكر نفسي انه انا حدسي صح، لانه انا احيانا بتجاهله وبطنشه وفي الاخر بقى على راسي، وهون عشان اني انا اصدقه كل ما جاني حدسي قال يا فتاة انتبهي. هاي فوكس، وكتب هاي حطيتها متعمدة فوكس، لانه انا ما بركز مع الناس اللي يعني how to say اللي ما بيعنوني، وفي النهاية هدول الناس بيخزقوني، وإلا ما بركز فبضيع علي الفرص، فلازمني أركز عشان استغل الفرص. أكثر من مرة تضيع علي فرص عشان أنا بس مش مركز. ممكن شخص غريب هيك ما بتعرفوه هالشخص هذا الغريب، بس عن طريقه تفتح لك مليون هون. Because I am geek live the life to the fullest. فا yeah، بدي أعيش الحياة لآخر شيء ممكن. هون الكود I am a multi-millionaire. بجد لهيك أي حدا فيكم لازم يحترمني، لأنه أنا multi-millionaire رح كون. So هون I am covered by God. I am not worried. أنا دائما بؤمن أني أنا محمية من الله، وفعلا أنا محمية من الله. رقم 7 اللي هو رقم اللاك الحظ، and I want to attract luck.